من برأيك يؤجج هذه الخلافات؟ تريد أن نفهم يعني لماذا لا تسمى الأسماء أو الأشياء بأسمائها؟ يعني هل حكومة الإقليم أم الحكومة الاتحادية يعني هما من يؤجج هذه الخلافات أم أن الاثنان معا؟ يعني هو الموضوع واضح ومبين، لأنه من الشهر العاشر بعد دخول حزب الديمقراطي الكردستاني ائتلاف الدولة بعدة مطالب، والمطالب أكد عليه جميع جهات السياسية بأنها مطالب دستورية وقانونية. ماكو مطلب غير دستوري وقانوني، مثل المادة 140، تشريع قانون النفط والغاز، حصة الموازنة، وبعض وحتى بها بعض المطالب باسترجاع رجوع الحزب الديمقراطي إلى مقراته الأصلية. هذه المطالب لحد الآن لم تنفذ ولا مطلب واحد منهم. حتى هذه المطالب تحول إلى اتفاق حكومي بين السيد مسعود برزاني والسيد محمد الشيعة السوداني، وأيضا في مجلس النواب قرر عليه وجد إقرار الموازنة. نحن لحد الآن مستغربين كل هذه الاتفاقات السياسية والحكومية وحتى المناهج الوزارة وحتى إقرار الموازنة لم تطبق على أرض الواقع. الآن من هو المقصر؟ هل الإقليم يستطيع أن لا ينفذ وهي مطالب دستورية للإقليم؟ الموضوع واضح. وأيضا نحن نؤكد بأن دولة رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني أيضا هو غير مقصر في هذا الموضوع نهائيا. نعم هناك جهات سياسية تعتبر نفسها أكبر من السلطة، أكبر من الدولة، ولها صلاحيات كاملة، وهي التي دائما تعرقل الاتفاقات السياسية وتعرقل حتى المنهاج الوزاري وتعرقل حتى البنود الدستورية. نعم نحن لحد الآن لن نندم على هذه التسمية. هناك سياسة لتجويع موظفين إقليم كردستان، هذه التسمية لن نندم عليها، ونحن نؤكد على هذا الموضوع لأنه لسبب بسيط واحد. بعد تسليم الملف النفطي في 4/4 لحد الآن 3 أشهر وموظفي إقليم كردستان لم يسلموا الرواتب. يعني أين هي الأبوة؟ موظفي الأنبار والبغداد والبصرة يسلمون رواتب الشهر 9، ولحد الآن موظفي الإقليم لا يسلمون رواتب الشهر 7. نعم نحن غير نادمين على هذه السياسة، ولهذا سياسة زيارة اليوم السيد مسعود البرزاني ستكون سياسة حاسمة ونهائية لإنهاء هذا الجدل. هل نحن في العراق؟ هل لدينا حصة؟ هل نحن شركاء؟ هل نحن لدينا حصد موازنة؟ نريد أن نعرف يا أخوان، لكي لا سامح الله إن لم نصل إلى حل نهائي لنستخدم أوراق أخرى، أوراق قانونية وسياسية أخرى لاسترجاع حقوق شعب إقليم كردستان.